من دون ديمقراطية الشعب محروم من المشاركة بالقرارات السياسية يلي بتأثر على حياته. بس حتى وقت تنوجد من خلال التصويت والتمثيل النيابي مش بالضرورة تعكس مطالب الشعب. بس مين قال ما في طرق تانية مثل الديمقراطية من خلال مشاركة الشعب بالحكم مباشرة؟ يعني مثل ما في مجلس نواب يصير في شيء اسمه مجلس مدني. شو هو المجلس المدني؟ بيجي التقصير بنظام التمثيل النيابي من أنه الشعب بمعظم الدول الديمقراطية فائد الثقة بالحكام، المنتخبين أولويتهم أنه يرجعوا ينتخبوا، وفترة الانتظار بين الانتخابات طويلة وبتفرض أولوية للقرارات يلي بتعطي نتيجة على المدى القصير. قادر المجلس المدني يعبي الفراغات بالديمقراطية ويفتح المجال لتطبيق بيضمن أسسه. هو مجموعة بتم اختيارها بطريقة عشوائية من البلد أو المنطقة أو المدينة، بتمثل كل شرائح وفئات المجتمع، تلتقي ببعضها لتتداول موضوع بخص المصلحة العامة وتاخد قرارات بشأنه. أهمية هالممارسة إنه الفئات المختلفة بتستمع لبعضها ولآراء خبراء مختصين، لذلك القرارات اللي بياخدوها عن معرفة بموافقة كل شرائح المجتمع. نموذج منه جديد، هو شكل من الديمقراطية التشاركية برهن عن نجاحه بعدة دول. وبعالم عربي عم يشهد تحركات شعبية وتطورات مستمرة، قدر المجلس المدني يعطي إطار لمشاركة شعبية منظمة بالحكم. تختلف أشكال جلسات المجلس المدني حسب الحاجة، إنما على طول لازم تضم مواطنين ومواطنات بيمثلوا كل فئات المجتمع بتوازن، لجنة منظمة نزيهة وغير متحيزة، خبراء مختصين بالموضوع المتداول، ولجنة تسهيل الجلسة لتتأكد أنه الكل طلع له دور ووصل صوته أو صوته. كل مجلس مدني مرتكز حول 3 أهداف. الأول أنه كل الفئات المشتركة تقدر تستمع وتتعلم من الخبراء وتتعرف على الاقتراحات والحلول المتنوعة ويمكن المتناقضة. 2، تتناقش وتتشاور بين بعضها لتقدر تفهم وجهات النظر المختلفة وتحدد أولوياتها. 3، تاخد قرار بيتناسب مع قيمها وأولوياتها وبيسمع لها صوتها. لأول مرة رح ينعقد مجلس مدني بهالطريقة بالعالم العربي، يمكن يكون فرصة لمشاركة أوسع للشعب بصنع القرار.